مكوناتنا هذه الكسكسي بالعصبان التونسي منش يتكون، يتكون من الرئيسي في بلاصة اللحم هو العصبان هذايا، هو نوع من الحشوة باللحم، أما تكون بالكبدة والخضرة، أنا نصورها مغذية حتى أكثر من اللحم، خاصة كان رفقوها بالخضر. أنا باش نعمل جزر، باش نعمل القرع الأخضر هذايا، باش نعمل الفلفل، فلفل حلو وحار، باش نعمل كمية كبيرة من البصل كعبة باش نقسمها معناها من اللول، باش نطيبها في المرقة باش تذوب، وكعبتين هذوم باش نعملهم كأنهم معناها للزينة تشوفوا بعض، باش تكون معناها مشي معتادة ديما، أما طريقة باش نعملها أنا باش نكثر البصل في وسط المرقة. دونك عنا الحمص، أنا ما نحبش نكثر الحمص سورتو كان يبدأ عنا اللحم، عنا الهريسة العربي لهنا هذايا نسميوه هريسة دياري احنا، والفلفل الشايح هذايا ونعملوه بتوابل اخرى، عنا لهنا فحات اخرين نسيت ما جبتش لهنا بقيت اللي باش نفوح بيه الكسكسي تو بعد نوريهولكم، عنا الثوم، عنا زنجبيل هذايا للمرقة فيه المرقة، عنا لهنا المكونات التوابل للمرقة هما الطماطم مغرفتين طماطم بهذي، دونك مغرفة فلفل زينة، نص تابل، نص مغرفة تابل وكروية، ربع مغرفة كركم، وشوية ملح حسب الرغبة، حسب واحد ما يحب ياكل ينقص شوية ملح كان الكسكسي نتاعو يبدا سخته، كسكسي دياري كي من هكايا معمول في الدار يبدا ديجا فيه الملح، ما نستحقوش كمية كبيرة من الملح، نجمو نعملوه حتى شوية حفاظا على صحة. ان شاء الله قريبا باش نعمل لكم الكسكسي الاسمر، جبتو معايا من تونس، نعملو بالخضر فقط من غير لحم عن قريب. دوك نبداو طبختنا هذه، هو الكسكسي التونسي، كسكسي بالعصبان التونسي على طريقتي انا في قناتي انا، نبداو كيفاش باش نعملو. دونك الطريقة اللي سهلة ونشوفها انا سهلة وصحية هي ان ناخذ جميع المكونات الفحات نتاعنا هذو، انا نعمل مقلية، اولا ما نقليش، ثانيا سريعة مي سخون على الاخر، ردوا بالكم شوفوا جميع المكونات ونحلوهم هكا، نعملو كيما كيما الماريناد هكا، دونك هيدا توا باش نصبوهم شوفو على البارد كل شيء، نخليه توا 4 5 دقايق معناها يغليو مع بعضهم، همش باش تخليو حتى ديجا فيهم الماء شوفو باش يغليو مع بعضهم. اللي نحب نقولها لاسيسو، اللي نحب نقولها للناس اللي ما تحبش اما طعمة العصبين والا تحب معناها اقل 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 دهون، راهو انا العصبين تاعي هذا ما نعملش فيه شحم بالكل، طبعا نحلو لكم نوري لكم في اكثريه كبده ولحم ومعناها وخذ الخضره، مره عملت بيه الروز، طبعا نحط لكم الرابط ان شاء الله في الواحد شوفوه كيفاش نفس العصبين اللي عملت بيه الروز. دونك ياخذوا كسرونه يغليو فيها الماء برشا برشا، يحطوا فيها كعبات العصبين ينقبوهم هكا هكيكا، معناها الدهون الكل هتمشي في المرقة هذيك، وبعد يحطوا العصبين في مرقة الكسكسي جكروا فهمتوني، معناها كأنهم يغسلوه في الماء سخون هذيك، خليوه يغلي على الأقل لمدة 10 دقايق هكيكا، تنحى منه طعمة العصبين، ثانية تنحى منه الجراس كان في العصبين بتاعكم جراس. تاو كيما تشوفوا لهنا المرقة متاعنا طابت، بدا العصبين نتاعنا بدا يتيب نص تيب معناها، باش نحطو المقفول نتاعنا هنا الكسكسي، قلنا هو كعبة كعبة، هذا راه مش كسكسي اللي نشتيه من البكويت من الززار، هذا كسكسي نعملوه في الدار، معناها جيست تسخن تلذذ شوية ماء وتصبو عليه معناها حتى يفوت الكمية بشوية، وتغطيه معناها تغطيه بصحن ولا منديلة تغطيه كله، تخليها هكيكا درجين وبعد تحطه.
يعمل تفويرتين هذا خاطر يبدا طايب مش كيما الكسكسي الاخر. دونك التفويره الاولى وبعد التفويره الثانيه. الكسكسي نفور المره الاولى باش نبداو نرميو في الخضره نتاعنا، نرميو اولا الجزر نتاعنا السفناريه، بعداك نوريكم لهنا كيفاش الكسكسي نتاعنا هذايا محلول باش نفوحوه. فما اللي نجمو نفوحوه بال العود قرنفل هذاك، المسمار هذاك اسمه عود قرنفل، ولا بالكانيلا بالقرفة مش بودر كعبه قرفة. ممكن لهنا فوحته في ديجا هو كعبة قرفة، معناها عود سمحوني عود كبير هكا متاع قرفة ديجا في واحد هذاك، علاش ما عملتوش. والخضرة متاعنا كيما نشوفو مازالت تستنى نعملوها في الاخر باش ناخذوا المنافع نتاع المرقه نتاعنا بريسك في الاخر. باش نرمي القرون الفلفل هذايا اللي شبي يقليهم يقليهم هو وما يحبس. لهنا انا الخليط اللي انا ديما نعمله ثلاثه سنون ثوم، نحب نزيد ثوم حتى بالكسكسي ما يصيرش صحيا في الاخرين سخطو. وعندي تيب القرويه والزنجبيل كيما تشوفوا هذوما نحطهم في الاخر باش نعمل الجو نتاعهم. الفلفل الاكحل زادا نحطو بريسكي باش نسقي نسقي بيه، معناها يا اما تعملوه في الكسكسي يا اما تعملوه في المرقه كيما تحب. خاطر الفلفل الاكحل بالبريفيرونس يتكلير و ني ني معناها هكاك عندو مفعول على البرد. دونك هكايا درج ونوريكم ان شاء الله طبقنا لليوم. هذه وجبتنا لليوم السابع، الكسكسي بالعصبين التونسي هذايا. هذايا شوفوا لهنا كيفاش وريتكم، قلت لكم باش نعمل معناها دوغي بشويه زيت زيتونه، هذاك تعملوه هكايا كانو مشوي وتحطوه هنا جربوه في الكسكسي تتراو قداش بنين. شوفوا كيفاش دور لكم الخضره نتاعنا الكسكسي نتاعنا. شوفوا كيفاش هذا الخضره نتاعنا، هي الكسكسي من قبيله قلت لكم باش نوريكم اللي العصبين ما فيش شحم. شوفوا انا ما فيش حتى غرام شحم راهو. قلت لكم الفكره اللي حابين نحش حم كيفاش اللي هو يطيبوا في الماء كهو بيان سور. هذا باش نعمل معاه سيترونات، تو نحط لكم الليام تاع السيترونات اللي عملتها. ماهيش بالسكر الابيض، اما بالسكر تاع الكانا، السكر تاع القرفه هذيك السكر الاسمر. دونك هذا هو فطورنا بيان سور. فما نقدموا معاها السلطه التونسيه اللي عملتها لكم ديجا برشا مرات، مش لازم نعاود نكررها. هذا هو فطور اليوم السابع، هذا هو الكسكسي بالعصبين التونسي. ان شاء الله شهيه طيبه بالسلامه. ما تنساوش قناه قناعات مع شاديه، اشتراككم فيها شرف ليا باش نقدم لكم كل جديد. بسلامه.